واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة واحد. نتواجد هنا في مدرسة خليفة شمال قطاع غزة، وبالتحديد في منطقة بيت لاهيا. هذه المدرسة التي تؤوي ألاف النازحين وسط أزمات إنسانية وصحية متعددة خلفتها هذه الحرب الإسرائيلية. هنا وداخل هذا الفصل بالتحديد أنشأت إحدى المبادرات مبادرة لعلاج النطق ومشاكل الكلام للأطفال المصابين بالصدمة نتيجة الحرب الإسرائيلية على غزة. أطفال كثر أصيبوا بجراح وأصيبوا بصدمات نفسية، يحتاجون إلى علاج متخصص غير متوفر في هذه الأيام، مع تدمير المراكز الصحية وخروجها عن الخدمة، وأيضا تدمير المستشفيات ونزوح عدد كبير من الأطباء والمتخصصين في علاج الأطفال. هذه المبادرة التي نشاهدها أمامنا تعد مبادرة هامة في ظل ما يشهده قطاع غزة من نقص، وما يشهده هؤلاء الأطفال من صدمات متعددة وأزمات يعني أكثر من طاقتهم وأكبر مما يتحملون خلال هذه الحرب. نتحدث مع المبادرة شيرين البزوم الأستاذة لتحدثنا أكثر عن مبادرتها. أنا شيرين البزوم، أخصائية علاج النطق ومشاكل الكلام. جاءت فكرة هذه المبادرة من الحاجة الماسة في ظل ما نشاهده من معاناة الأطفال نتيجة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وما أثرت على حياتهم بشكل عام وعلى مهارات التواصل واللغة والكلام بشكل خاص، وما سببته لهم من صدمات نفسية شديدة أثرت على حياتهم. معظم الأطفال في قطاع غزة مصابون بالتأتأة وعدم القدرة على التحدث بطلاقة. قمنا بهذه المبادرة لمساعدة هؤلاء الأطفال من العلاج من هذه التأتأة وإعادة تأهيلهم لدمجهم في المجتمع بشكل أفضل. احكينا طيب، الأطفال بتجاوبوا معك في هذه المبادرة؟ صحيح، هذه الجلسة رقم 12 من الجلسات. أول ما أجوا الأطفال عندي كانوا ما بيقدروا ياخذوا نفس، النفس جدا قصير عندهم. طبعا احنا بندربهم على تمارين النفس، لأنه إذا الطفل تحكم في النفس وصار عنده النفس مضبوط بشكل منيح فبيقدر انه يطلع الكلام بشكل افضل. في تحسن كتير كتير واضح في الحالات من ناحية النفس ومن ناحية الكلام. مثلا الطفل هذا كان عنده مشاكل في الاحرف معينة، وكان عنده تأتأة بسيطة اجته خلال الحرب. طبعا الطفل هلقيت حاول يتخلص من هاي التأتأة بشكل تدريجي، خفت بشكل كبير ونطقه للحروف بشكل حلو بطلعهن. الحمد لله يعني في تحسن عند كل الأطفال. أنت يعني واحدة مبادرة في منطقة معينة، هل هناك حاجة لكثير من هذه المبادرات في ظل يعني تعطل جميع المراكز المتخصصة بمثل هذه الحالة؟ صحيح، أنا بستخدم هنا مهارات عدة في علاج هؤلاء الأطفال، منها التدريب على الكلام، ومنها استخدام اللعب كأحد الوسائل في التفريغ النفسي. طبعا احنا الشغل هذا شغل قليل جدا، حتى الأدوات اللي بنستخدمها كثير قليلة وما بتراعي علاج هؤلاء الأطفال. احنا كمؤسسة او كهذه المبادرة، انا عفوا فردية، ما في حد اي حد بيشتغل معي، وفي ظل الحرب والحصار في شمال غزة ما في أي مراكز تخاطب يروح لها الأهالي. فأنا عملت إعلان في مدرسة خليفة في مبادرة علاج النطق، فأجوا كتير كتير من الأهالي حبوا هذه المبادرة، وكتير في عندي على لوحة الانتظار كتير حالات بتستنى أنه أنا أخلص هاي الحالات وأبدأ حالات تانية، لكن ضعف الإمكانيات ما بتساعد للأسف. حاجة الأطفال الماسة
لمثل هذه المبادرات، خصوصا انه هذه المشكله يتراكم عليها مشاكل. احكي لنا حاجتهم والمشاكل اللي تتراكم على هؤلاء الاطفال في ظل يعني او في ظل عدم يعني علاجهم بصوره سريعه. الأطفال هدول بيحتاجوا لعلاج أكتر من هيك وأقوى من هيك، لكن زي ما حكيت لك الإمكانيات جدا محدودة، ما بتراعي علاج هؤلاء الأطفال. لازم إنه إحنا نعمل برامج للأطفال في نطاق أوسع من هيك، مش بس على قد النطق. من الصدمات النفسية اللي تعرضوا إلها خلال فترة الحرب وما زالوا بيتعرضوا إلها، الأطفال كل ما ناموا حالتهم للأسوأ. احنا بنحاول كمبادرة علاج النطق ومشاكل الكلام نحاول تخفيف هذه المشكلة عند الأطفال ونحد منها بشكل جميل. لو تأخر علاجهم، هو لو تأخر علاجهم بصير حالتهم تزداد سوء، فبصير العلاج بشكل أصعب، بنصير نحتاج أدوات. يعني احنا زي ما حكيت لك بنعمل بالأدوات البسيطة الموجودة عندنا، وما هذه الأدوات ما بتراعي الحالات اللي بتجينا، لكن احنا بنحاول نخفف من حدة المشكلة عند الأطفال هذول. ما شاء الله، أنا شايف يعني طفل لكن بتجاوب معك في بتجاوب الطفل هذا غايت النفس قصير عنده، بنحاول بالأدوات هذه نساعده على طول النفس. طبعا الأداة هذه هو بيستخدمها بشكلها المحدود، لكن لو أنا عملتها هيك حيصير النفس أطول ما بيقدر يطلعه. احنا لسه بنحاول ندربه على تمارين النفس. مشاكل النطق عنده الأحرف صارت تطلع بشكل جيد، التأتأة حاول التخلص منها وتدريجي بتروح، لكن النفس لسه قاعدين بنشتغل عليه. الله يعطيك ألف عافية. الله يعافيك. يعني كما نشاهد هذه التمارين البسيطة والمهمة لهؤلاء الأطفال الذين يفقدون أبسط حقوقهم خلال هذه الحرب الإسرائيلية. هذه مبادرة فردية من هذه السيدة المتخصصة في مشاكل النطق، لكن هناك آلاف الأطفال خلال هذا العدوان يحتاجون إلى علاج متخصص وإلى إنقاذ ما يمكن إنقاذه من طفولتهم ومن حالتهم الصحية. هنا نشاهد هذه المبادرة المهمة، ولعلها يعني تخفف عن هؤلاء أو عدد قليل من هؤلاء الأطفال. يلا. للأسف هو النفس عنده كتير قصير وما بيقدر ينفخ بسهولة. غايت جرب كمان مرة، خد نفس. واو طلعتها حلو. طلعتها الله يعطيك العافية. احكي لنا عن المبادرة، انت جبتي ابنك هنا. الله يعافيك. والله انا من زمان يعني بدور على مبادرة تكون زي هيك، يعني دورت كثير على مراكز وما كانش بالمرة الاقي في الحرب. اليوم لقيت المركز هذا من حد، يعني ما شفت انه افتتح المركز. جيت عند الست شيرين وما شاء الله عليها، كانش عند ابني حتى النفس بصعوبة ينفقه، والحمد لله تحسن كثير وان شاء الله لقدام نكمل معه. كان في فرق طبعا. طبعا اليوم النفس عنده تحسن كثير، ما كانش عنده حتى البالونه ما كانش يقدر ينفخها. اليوم الحمد لله رابع جلسه له والحمد لله بيعرف ينفخ البالونه. صار مثل هذه المبادرات الاطفال بنتمنى يعني تكون فيش اللي هي الوحيده في الشمال، يعني صعوبه لما لقيناهم كمان، ونتمنى تكون في مبادرات ثانيه زي هيك.
الأطفال، حتى الأطفال، حتى ابنك في هو الحمد لله يعني هو بس حرف، وإن شاء الله بيتحسن معها مع النفس والتدريبة. هذه واحدة لعلها من أهم المبادرات لهؤلاء الأطفال الذين يحتاجون علاجاً سريعاً لمشكلة النطق ومن الصدمات النفسية التي خلفتها هذه الحرب الإسرائيلية. يطالب الأهالي بأن تكون هناك مراكز متخصصة وتنتشر في قطاع غزة بعد أن دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي معظم المراكز الصحية المتخصصة في علاج مثل هذه الحالات. محمد شاهين، الجزيرة مباشر.